هذه الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة، أولا هي وقفة من الوقفات اليومية التي دأب الناشطون على تنظيمها دعما لغزة ودعما لصمود المقاومة في غزة، وأيضا من أجل إدانة المجازر التي ترتكبها عصابات الكيان الصهيوني في فلسطين، ولا سيما أنها ارتقت مستوى إجرامها إلى مستوى ارتكاب إبادات جماعية وتهجير جماعي للمرة الثانية على أرض غزة. هذا ليس فقط هذا معهود عند العصابات الصهيونية، ولكن المشكل الأكبر اليوم هو أنه يتم بمباركة أمريكية وبشراكة مباشرة لزعماء الولايات المتحدة الأمريكية، فوزير الخارجية ووزير الحرب والرئيس نفسه يشاركون في الاجتماعات الحكومية المصغرة حكومة الحرب، وهذا غير مسبوق في مباركة جرائم الحرب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. جئنا استجابة للنفير العام التي أطلقته المقاومة في فلسطين، وجئنا أيضا في سياق هبة شعبية تنطلق من كل العواصم العربية. فهذه الجمعة رأى الكيان الصهيوني ورأى الغرب بأنه لا يمكن أن تكون غزة ولا أن تكون فلسطين وحدها. الشعوب العربية تطالب اليوم بإغلاق ملفات التطبيع في كل البلدان العربية وخاصة في المغرب. الشعوب العربية تحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة التي تتفرج على ما يرتكب من مذابح ومن تهجير ومن طرد في غزة وفي فلسطين. الشعوب العربية تدين بأشد عبارة الإدانة المشاركة الأمريكية والصمت والدعم اللامشروط الغربي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكل الدول، لكن اليوم هناك جوانب مشرقة هي أن الأمة العربية والإسلامية نهضت من سباتها وأرت العالم أنها بمقدورها أن تعود مرة أخرى لكي تعانق قضاياها الأساسية، لكي تعبر عن مواقفها الضرورية حول كل قضايا العادلة. فلسطين، نحن هنا نطالب بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. نريد أن نغلق كل ملفات الاستسلام وملفات المفاوضات. نريد أن نقول وفي يدنا اليوم أسلحة كبيرة ومنها مقاومة صامدة أصبحت تكبد الكيان الصهيوني خسائر ليس فقط في الفجائية ولكن أيضا في ثقل الخسائر. جئنا أيضا نستبشر ببداية نهاية الكيان الصهيوني، فهذا موعود رباني في القرآن الكريم نحن نؤمن به، وهذه العمليات تنطلق في سياق المراكبة، مراكمة الإنجازات لإنهاء ما يسمى بالكيان الصهيوني وما يسمى بأسطورة دولة إسرائيل بين قوسين. هذه إن شاء الله هي بداية نهايتها. نقف اليوم في هذه الوقفة في جمعة النفير من أجل العودة وضد التهجير، هذا التهجير الذي تريده الآلة الحربية الصهيونية المدعومة أمريكيا عبر القتل الجماعي واستهداف المستشفيات واستهداف الكنائس والمساجد والدور. لم يعد هناك في قطاع غزة أي منطقة آمنة أو معفية من القصف. نحن إزاء جرائم ضد الإنسانية يشهدها العالم، ثم في الضفة الغربية أكثر من 70 شهيدا، ثم محاصرة قطاع غزة من الماء والكهرباء والدواء. نحن إزاء جريمة ضد الإنسانية كاملة الأوصاف. العدو الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية فالتجأ إلى بنك أهدافه المعهود وهو المدنيين، وبالتالي نحن هنا كما أحرر العالم، العالم كله يضج بالمسيرات والوقفات البشرية اليوم ضد الصهيونية، الإنسانية ضد الصهيونية. إذا كان الكيان الصهيوني وجد في الإدارة الأمريكية والإدارات الغربية ملاذا له كما هي العادة لحمايته من الملحقة القانونية والدبلوماسية والسياسية، فإن شعوب العالم في إجماع البشرية أن هذا المجرم الصهيوني هو مجرم محتل عنصري قاتل إرهابي، وجب أن يوضع له حد إما بالأدوات السياسية الدبلوماسية إن أراد هذا العالم، وإلا في المقاومة تبقى هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني الذي قرره بيده وقد قرره، وهو 7 أكتوبر 23 الانطلاق نحو التحرير الشامل. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.